سلم عليك. السلام عليكم. انت باكستاني ولا بنغلاديش؟ لا واز. ها؟ واز. زين انت شنو ايش عندك هنا؟ ايش تسوي؟ مد ايدك. زين انت شلون دخلت بدون اقامه؟ باقامه؟ عندك جواز؟ عندك الاقامه؟ مو جواز. لا ايش عندك؟ شلون دخلت لهنا؟ شلون دخلت؟ شلون وصلت لهنا؟ ما اعرف شوي شوي. ما تعرف شوي شوي؟ يعني والله ما اعرف. هو العراق ما يجوع ويجيبون فوقه ناس اللي ما عندهم اقامه، شلون دخلوا هذول بدون اقامه؟ شلون دخلوا بدون اقامه؟ وشلون وصلوا لهنا؟ شلون يجوي؟ انا اليوم الناس هاي كلها ثلاث ارباعها ومتاكد وعلى يقين موضوع هو ازمه السكن. ازمه السكن ثلاث ارباعها اللي قاعده ايجارات. زين احنا اليوم عندنا قطع واسعه وعندنا مساحات كبيره. عندنا مساحات كبيره. ما راح تحل ازمه السكن؟ ازمه السكن ما راح تحل؟ السلام عليكم. سلام. شلون الصحة؟ هلا بيك. شو اخبارك؟ الحمد لله على الله. وين قاعد؟ بغداد. ايجار لو ملك؟ لا ملك. ملك لله. ايه الحمد لله. تتوقع ازمة السكن عندنا بالعراق راح تحل؟ ان شاء الله تنحل. هاي المجمعات السكنية اللي عندنا صارت هاي. ايه؟ ان شاء الله تنحل. 700 مليون الشقة. اي الفقير ما تنحل المشكلة. هذا تنقوله. اي بس اللي عنده تنحل وياه. اللي عندك تنحل. اي تنحل بس ما عندي. لا. ايش قد نسبة؟ الى الله. ايش قد نسبة الناس اللي هنا اللي ما عندها سكن؟ ومجرد ايجارات قاعدين وابو الايجار يجي يقمز عليك تقريبا 60 70% يعني الشعب ثلاث ارباع ما عنده. اي طبعا طبعا. خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. شلونك؟ وين ساكن؟ سامرة. قاعد ايجار ولا ملك؟ لا ملك. ملك لله. الحمد لله. زين تتوقع ازمه سكن راح تحل؟ هو اكيد هو العراق كله ازمه سكن. زين هو العقار كله صاعد بالعراق. زين. يعني العالم ما عاد تشتري. زين أنا ما عاد تشتري. اي ما عاد. زين احنا عندنا صحراء. عندنا صحراء. هسه انت مالك دخل انا عندي او ما عندي. هسه الشعب كله نفسه. انا دا اسالك انت. اي سالني. انا عندي. انا قاعد ايجار. العالم هم نفسك عايش. من السبب بهذا الموضوع؟ الحكومه مالتك حبيبي. مجمعات. المفروض هسه تبنى. هسه تبنى سكن. سكن للعالم كلها للفقراء. زين. هاي انت شفت الدول الباقي الطبقه المسحوقه خلينا نقول عبد اي تشتغل لهم اصلا. هسه المفروض شقق شيء. هاي العالم يعني هاي الفلوس الزايده تستثمر العالم يعني للفقراء لها. فحكومه ما عندك انت. اي تقول لي مجمعات. شنو فائده المجمعات؟ هو شوف الاختصار شنو. جابوا المجمعات خلاها وين؟ داخل بغداد. زين. المفروض هاي المجمعات تطلع خارج بغداد على مد الازمه. اولا غلى الايجار. زين. ثانيا عقارات اللي صعدت. ليش؟ داخل بغداد محيطه ببغداد. انا انت جاي تقول عندي صحراء. هاي الصحراء ابني بها المجمعات واطلع هاي العالم شويه تنفع عن هذا المكان شويه. يعني تطلع من خارج بغداد شويه. على بس دقيقه. انت تقول مجمعات انبنت ببغداد. اي كثره. المجمعات يشيلوها. لا مو يشيلوها. شنو؟ لا هسه انت مو جاي تقول المجمعات ازمه السكن. اي اطلع خارج بغداد. ومن طلعها خارج بغداد تنحل؟ تنحل الازمه. ليش؟ الفقير يقدر يشتري. يشتري ب 600 لو ب 700 مليون. لا لا ما يشتري ب 600 مليون ولا 700 مليون. هو ايش راح يكلف الدوله هسه؟ يعني هسه انت اي مواطن خليه يدفع بالشهر خلينا نقول 300 400 الف او 200 الف او 100 الف خارج. وش يكلف البيت؟ ترى ما يكلف شيء. ما يكلف البناء. يعني الدولة هسه ما راح تكلف شيء اذا بنت بيت او مجمع سكني. ترى ما تكلف شيء. زين. يعني انت دولة اطلع ما اقدر اشتري ببغداد لان العقار غالي. زين انا عندي صحراء ابني بيها مجمعات خارج. ام المليون ابيع لها 250، ام ال 100 ابيع لها ب 15 20 واقسطها له. يعني انت هسه الفقير ما يقدر يطلع 100 الف بالشهر ويدفعها لهذا ويصير بيت عنده ملك له. وبنفس الوقت هي الفلوس هاي راجعه للدولة وتنتهي الامر كليته. المفروض مو. ليش اقول لك؟ ليش؟ يعني هسه القطعه انا من سكنه التاجي منشأة نصر. القطعه من هناك كانت ب 500 مليون، هسه صارت 28 مليون. القطعه؟ اي والله القطعه 300 متر. ليش؟ لان محيطه لبغداد. بينما انا اشتري خارج بغداد. خارج بغداد الدونم ب 500 600 مليون. زين. دونم مو قطعه. وهاي انتهى الامر كليته وحل هاي الازمه شويه. المواطن اخذ من عنده بدال البيت انت جاي تقول 100 مليون لو 200 مليون البيت كليته يطلع ب 15 مليون. 15 مليون وقسطه على المواطن وخليه يرجع لي اياه وانتهى الامر كليته. تمام حلو.
يعني انسان بسيط هو، اكو انسان بسيط هو اللي هذا الشرطي ما يحضرني اسمه، عباس اسمه مو؟ نعم. اي هذا بألف دينار سوى مدينه ألف دار، هو انسان بسيط من تبرعات سوى له مدينه كامله ووزعها للناس فقره. زين دوله امكانيه كامله ما تعرف يعني مثلا سوي مدينه هذا الألف دار 2000 3000 عندنا صحراء ومساحات، صحراء ومساحات اسويها افعلها اقصد على المو التالي كل انسان يعني الدوله تقدر 100000 كل مواطن 100000 مو 100 هسه احنا قابلين بال 200 ولا 300 هسه نقول البسيطه هسه اي واحد فينا مأجر 500 هذا ابو الرعايه اللي عنده راتبه 250 هو 100000 خي اخذ من عنده 100000 100000 اخذ من عنده 100000 وقصد له على البيت، البيت كله ما يكلف 20 مليون هسه احنا ليش نروح هسه انا حكيتها بسيط وسوى سوى مدارس سوى مدرسه 160 مليون مدرسه كامله 160 مليون سواها احنا مدارسنا ابنوها مليارات مليارات مبالغ خياليه يا مليارات عمي مبالغ خياليه سياج اذا يبني لك سياج ياخذ 15 مليون 20 مليون سياج خلينا واحد ساكتين ما نقدر نحكي هذا الدوله اكو شيء ما دا تسوي شيء صحيح فن بالضبط انا اليوم انا اليوم يمكن ما اعرف متابعين برنامجي ما متابعي انا علمك شوف احكي نعم لا اقطع ولا ابتر بالمونتاج ايش بدي اقولها اللي عنده مشكله اللي عنده قضيه باي وزاره باي دائره يحكيها ماكو اي مشكله موضوع حل ازمه السكن يعني اليوم هالسكتريتنا اللي قاعد ب 500 واللي قاعد ب 400 واللي قاعد ب 300 زين ابن هالمجمعات اطلوا للموظف اطلوا للموظف اطلوا حتى للكاسب الكاسب بس اي واحد تقول له تعال تعال اقعد هذا سكن لك بس تطي بالشهر 300 او 400 والله العظيم يطي والله العظيم يطي بس يحس انه عنده ملوك 100 كافي والله زين لا يحب له عند الحكومه عند الحكومه هسه احنا ما نقول من اصل عند الحكومه غير عند الحكومه غير هسه انا شايف هو سوداني داخل بغته هو الرجال احنا ما لنا شغله فيه اشوى من ذولاك بس هو انطى نروح نروح للتقاعد العامه يقول السوداني قال قطع اراضي للمتقاعدين وينها؟ نعطيني مجال وين؟ قالوا روحوا للتقاعد رحنا للتقاعد سوينا معامله سوينا فايد وقدمنا وين؟ قالوا وين منطقتك؟ انا قلت لهم نفوس بغداد الكرخ قالوا وين تريد اقرب الناس؟ قلت لهم جسر رجاله قالوا جسر رجاله تنطى العالم تمشي سوينا انا وخالي رحنا سوينا لنا وقدمناها لهم الناس خلف الله عليهم دائره استلموها قلنا لهم شوكيد قالوا هذا الوصل اخذه ها واحنا اود نعطيكم على الانترنت على مجلس الدياله زين ناس تقول كذب ناس تقول ايش قد هذا الموضوع صار 5 اشهر 6 اشهر تمام